في قديم الزمان كانت هناك بنت تدعى جون جوي، وكانت تعيش مع أمها عند ضواحي مدينة نيويورك. مسكينة جون جوي، لقد أصابها مرض خطير منذ الخريف، وكان عليها أن تقضي الأيام طريحة الفراش. من أجل ذلك استدعت الأم الطبيبة ليكشف على جون جوي. ماذا يا دكتور؟ إذا استمر الحال هكذا أخشى أن يكون الأمل في شفائها ضعيفا، ربما بنسبة 1/10، إذ لم تنخفض حرارتها يا سيدتي أبدا، وكذلك استمر جسمها بالترجي والنحول من سيء إلى أسوأ. المهم بالنسبة لها هو الأمل والرغبة في الحياة يا سيدتي. ماذا؟ نعم، رغبة في الحياة. الرغبة في الحياة، اعتني بها. في تلك الأيام كان مرض ذات الرئة من الأمراض الخطرة، حتى الطبيب لا يستطيع أن يساعد المريض كثيرا. جون جوي، أرجوك يا حبيبتي لا تموتي، أرجوك يا حبيبتي لا تتركيني وحيدة في هذه الحياة. وهكذا لم يكن أمام والدة جون جوي سوى البكاء بعد أن أخبرها الطبيب باحتمال موت ابنتها. وكان هناك إنسان آخر يعيش في نفس البناية يتألم لمرض جون جوي. كان هذا الشخص هو الرسام بيلمان. بالرغم من كون بيلمان رساما، إلا أنه نادرا ما يرسم، كان يرسم فقط عندما يكون بحاجة ماسة إلى النقود. أنا رسام سيء. بيلمان كان رساما متمردا، ولم يكن يقنعه ما تتركه يداه. كانت سعادة بيلمان هي جون جوي الصغيرة، أما جون جوي نفسها فقد كان يسرها دائما أن تذهب إلى مكان بيلمان لكي تلعب هناك معه. وكان بيلمان يستغل فترة وجود جون جوي عنده فيرسمها. هذه أنا، ليس كذلك؟ إنها جميلة، جميلة فعلا. كان الاثنان يمرحان ويضحكان ويلعبان، وكان بيلمان جد جون جوي، وكانت جون جوي حفيدة بيلمان. ولكن جون جوي أصيبت بمرض خطير. مرحبا. ها؟ كيف حالها الآن؟ هل تحسنت قليلا؟ سيد بيلمان. أخبرت الأم بيلمان ما قاله الطبيب بشأن ابنتها، والدواء الوحيد الذي يمكن أن يشفيها هو الرغبة بالحياة. ورقة أخرى تسقط، لقد سقط الكثير. ورقة. ما هذا يا عزيزتي؟ ما الذي يسقط يا عزيزتي؟ 7. ماذا تقولين؟ إنها الآن تسقط بسرعة. أخبريني يا عزيزتي جون جوي، ما الذي يسقط الآن وبسرعة؟ الشجرة، أوراق الشجرة. انظر إليها، عندما أصبت بالمرض كانت هناك أكثر من 100 منها. انظر، ربما ستسقط كلها هذه الليلة، وبعد ذلك سوف أسقط أنا أيضا. إنها مثلي تماما، تسقط عندما تحين الساعة. نعم، الأوراق، أوراق الشجرة هذه هي حياتي.
عندما تسقط آخر ورقة أسقط أنا أيضا. سأموت مع سقوط آخر ورقة منها، أنا أعرف. ما الذي يمكن عمله؟ يبدو أن البنت الصغيرة قد استسلمت إلى الموت طوعا، ولم يعد لديها أي رغبة في الحياة. لسوء الحظ كان الجو في تلك الليلة ممطرا ومرعدا، وكانت الريح على أشدها، وبدأ الجو يزداد برودة حتى أن الوفر بدأ في السقوط. وفي هذا الجو البارد العاصف خرج الرسام بيلمان من غرفته. أين كان الرسام بيلمان في مثل هذا الجو البارد العاصف؟ لقد كان جسمه باردا كالثلج، وكان التعب والإرهاق يبدوان عليه بحيث يصعب عليه تحريك جسمه. وفي صباح اليوم التالي هدأت العاصفة وبدأ الوفر في السقوط. أريد أن أرى الشجرة، افتح الشباك يا أمي أرجوك، هيا هيا. كان المفروض أن تكون جميع أوراق الكرمة قد سقطت بفعل العاصفة مساء أمس، ولو رأت جون جوي ذلك لا. لا زالت هنالك واحدة، لا زالت هنالك ورقة. بالفعل هناك ورقة واحدة، يا للعجب، كيف لم تسقط هذه الورقة في العاصفة؟ ورقتي؟ لقد استطاعت أن تتغلب على العاصفة والأمطار والثلوج، لقد عاشت ورقتي. سأبقى على قيد الحياة ما دامت الورقة حية. أوه ابنتي حبيبتي، حمدا لك يا رب، حمدا لك، حمدا لك. وأسرعت الأم باتجاه الدرج، كانت في طريقها إلى الرسام بيلمان لتخبره بما قالت ابنتها قبل قليل. سيد بيلمان، سيد سيد بيلمان. لقد كان بيلمان ميتا، كان يرقد هناك وابتسامة الرضا على وجهه. لقد خرج الرسام بيلمان في تلك الليلة العاصفة ورسم ورقة العنب الأخيرة مستنفدا كل طاقته. لقد رسم ورقة العنب ليعطي البنت الصغيرة الدواء الذي وصفه الطبيب. لقد رسم لها ورقة العنب التي ستعطيها السبب للتمسك بالحياة. لقد رسم ورقة عنب لا يمكن لأعنف عاصفة وأبرد جو أن يسقطها من غصنها. لقد رسم بيلمان ورقة عنب كانت من الدقة والروعة بحيث دخلت في أعماق البنت الصغيرة كورقة عنب حقيقية متمسكة بغصنها إلى الأبد. سيد بيلمان، سيد بيلمان. وسقط الثلج بقوة في ذلك اليوم، واستمر سقوط الثلج بدون توقف، استمر
وكأنه يسقط حدادا على موت الرسام بيلمان وقلبه الدافئ الكبير.